بسم الله. ربنا أعنا على طاعتك طاعة تقبلها منا يا كريم، وجنبنا كل نفاق وشقاق وسوء أخلاق. وتختم هذه الآية الكريمة وكانوا لنا خاشعين، يعني مطيعين له، خافوا لو الفعل اللي هم اعتبروه حسنا وهو يقبل، إذا كان حسنا حقا لو الفعل ذاك لم يكن عند الله حسنا فلا تكتب لهم حسنات. وكانوا لنا خاشعين أي مخبتين أي مطيعين أي خائبين، يعني أنا ما نعرفش بالضبط مدى صفائي مع الله رب الأرض والسماء، ما نعرفش، لا تعيش ما ليس بيها. ولا تزكوا أنفسكم إن الله يزكي من يشاء. يقول وكان لنا خاشعين، صدير بلان دو دو بور بلان دو دو بور دو نتر با إكزوسي دون سي سبليك اتسيترا اتسيترا، والسلام علينا بالتمام والكمال.